الله الرحمن الرحيم. فضل الله القائمين على القاعدين درجة. السلام عليكم أيها الأحرار الأوفياء، السلام عليكم أيها الأحرار الأصفياء، السلام عليكم يا من حملتم قضية شهدائكم، ومرحبكم، السلام على عوائل الشهداء جميعا، السلام على أسرانا في السجون سيما القاضي والرموز خلف القضبان، السلام على صبر عوائل السجناء وعوائل الشهداء، السلام على من ذاق الأمرين في سجن جو والحوض الجاف ولا زالوا حتى الآن لا يعرف الأكثر ما هو المصير. أحبتي، بكل فخر واعتزاز وثبات ويقين حينما نجتمع لإحياء بطل من أبطال الميادين الذين قدموا أغلى ما يملكون، وهم أكرم الناس وأشرف الناس، جادوا بأنفسهم في سبيل الدين وفي سبيل العقيدة وفي سبيل العزة والكرامة والشرف وفي سبيل الحرية، وعرفوا أن الحر إذا أراد أن يصل إلى الحرية ويتحرر من عبودية البشر إلى عبودية الله وحده فلا بد أن يبلغ في سبيل ذلك الغالي والنفيس كما فعله شهداؤنا الأبرار، وعلى رأسهم هذا الشهيد الثائر، هذا الشهيد البطل الميداني الذي تسابق لكي يصل إلى الفردوس، يصل إلى الفوز، يحظى على وسام الشهادة الذي لا ينالها إلا الذين صبروا، ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم. السلام عليك أيها الشهيد السعيد، السلام عليك أيها البطل حسين آل شرف، السلام عليك وعلى روحك الطاهرة، السلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا من قبرك إلى قصرك. لقد حصلت على وسام، أشرف وسام وأنبل وسام، كيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن فوق كل ذي بر بر إلا الشهادة فليس فوقها بر. عندما نحيي ذكرى شهدائنا في كل مرة ليس بأننا نقرأ لهم الفاتحة ونقيم لهم العزاء، فإنهم في غنى من ذلك كله، ولكن عندما نحيي الذكرى لا بد من أن نعشق هذا الدرب الذي ساروا عليه، درب البلاء،
درب الابتلاء، درب تطليق الدنيا، كما فعل سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام: يا دنيا غري غيري فلا حاجة لي فيك، فلقتك ثلاثة. الشهداء لم يحظوا أو لم ينظروا إلى شيء من نعم الدنيا، وإنما ساروا طريق الأوصياء، طريق الأمناء، طريق الأنبياء، كلهم ساروا على هذا النهج ونالوا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وقد حظى ولدنا الشهيد حسين آل شرف بهذا الوسام، وسام الشرف، وهو من آل شرف، وسام العزة، وهو عزيز في حال حياته، وهو عزيز حيث أن روحه مع محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. عندما نحيي ذكر الشهيد لا نكتفي بذكر صفاته، أخلاقه، معاملاته، بطولاته، وإنما ننظر إلى الموقف الذي اتخذه الشهيد، وهو الدفاع عن الحق، الدفاع عن الوطن. يقول لنا الشهيد بلسان حاله: ها أنا قدمت نفسي ولم أبخل بشيء، ها هو دمي سار على الثرى، فأنا في حفرتي ثورة لا يمكن أن تخمد حتى لو حصل القصاص وأخذ الثار، لأن الدم إذا سار والشهيد إذا سقط لا يمكن أن يهدأ، ودمه لم يجف وبدنه لا تبيده الأرض. فهنيئا لك يا أيها الشهيد، نحن عشاقك، نحن أحبابك، نحن آباؤك وأبناؤك، كلهم جاءوا في هذا المكان لأجلك، أنك موجود بيننا جميعا، ولا نغفل عنك ساعة واحدة. عروق دمائنا، قلبنا لا ينبض إلا بحبك وإعظامك وتقديسك لما قدمت من هذا العطاء الغالي، عطاء الدم والنفس، ولحقت بسفينة النجاة، سفينة إمامك الحسين سيد الشهداء، أبي الضيم أبو الأبطال، هذا الإمام سلام الله عليه الذي ضحى بنفسه وماله وولده وما يملك لأجل هذا الدين، لأجل أن يبني الصرح الذي بناه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. صرخ تلك الصرخة المدوية في يوم عاشوراء عندما خير بين السلة والذلة، قال بصوت دوى في الدنيا وإلى آخر الدنيا، في كل ثورة، في كل فعالية، في كل مسيرة، دائما وأبدا لا بد أن نذكر ما هذه الصرخة التي قالها إمامنا الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
بالله.